الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة الصف الأول الابتدائي، إن شاء الله النهاردة عندنا تدريبات على نشيد أصحاب في القلب، معاكم مس وفاء عبد القادر. إن شاء الله يا أولاد النهاردة عندنا تدريب لنا في الحي أصحابه وهم في القلب أحبابه، ونسأل عنهم دوما إذا مرضوا وإن غابوا. استخرج يعني هطلع من القطعة، مد بالألف عندي كلمة إيه؟ أصحاب. الحرف الممدود عندي حرف الحاء لأنه هو الحرف اللي قبل الألف. اتنين حرف جر، حروف الجر عندي هنا كلمة في. لام قمرية عندي هنا لام قمرية كلمة الحي، وكلمة بها حرف ساكن كلمة أصحاب. مد بالواو كلمة غابوا، وتنوين عندي كلمة دوما فيها تنوين بالفتحة، نوعه أقول تنوين بالفتحة. عندي هنا يا ولاد أكمل شبكة المفردات، بيقول لي كلمة مدرسة، إيه المرتبط بكلمة مدرسة؟ عندي كلمة فصل، تلاميذ، معلم، كتب، يبقى الحاجات دي مرتبطة بكلمة إيه؟ مدرسة. طب عندي كلمة القلب، إيه المرتبط بالقلب؟ القلب عندي هنا عضو، عضو في جسم الإنسان أو الحيوان، عضو هنا أو دم أو شريان أو إيه؟ نبض، يبقى الحاجات دي مرتبطة بكلمة إيه؟ القلب. بعد كده بقول لي أكمل، هات كلمات على نفس الوزن. كلمة أحباب على وزنها إيه؟ أصحاب، ألعاب، ألقاب، يبقى نفس عدد الحروف ونفس النهايات بتاعت إيه؟ الكلمة. أكمل عائلة الكلمة كلمة كتب، عندي ممكن أزود ياء يبقى يكتب، أو ألف يبقى أكتب، أو نون تبقى إيه؟ نكتب، يبقى هنا دي مرتبط بعائلة إيه؟ الكلمة، أزود لها إما ألف أو نون أو ياء في آخر إيه؟ الكلمة عندي. بعد كده يا ولاد التدريب اللي بعد كده حلل إلى مقاطع صوتية، قلنا حلل لمقاطع صوتية إما الساكن واللي قبله والمد مع إيه؟ الحرف الممدود. عندي كلمة ألعاب، هتبقى الألف واللام مع بعض عشان في سكون هنا، ال والعين والألف مع بعض والباء لوحدها، ألعاب، يبقى عندي ثلاث مقاطع صوتية. كلمة القلب، الألف واللام مع بعض والقاف واللام مع بعض والباء ايه؟ لوحدها. قال لي حول من المذكر الى المؤنث، تلميذ تبقى تلميذه، ومعلم معلمه، ضع هذا هذه هؤلاء، كلمه ضابط ياخد هذا ضابط، مدرسه هذه مدرسه، وتلاميذ تاخد هؤلاء تلاميذ. ضع ياء الملكيه، عندي ام تبقى امي واب ابي، عندي كلمه لعبه تبقى ايه؟ لعبتي. بيقول لي أجب ما اسم النشيد، نشيد أصحاب في القلب. اتنين ماذا يجمع الأصحاب، قلنا محبة ومدرسة وإيه وألعاب. ويا رب إن شاء الله يا سنة أولى تكون استفدتوا إن شاء الله النهاردة من التدريبات بتاعتنا على نشيد أصحاب في القلب، ويا رب إن شاء الله تكونوا استفدتوا معانا.